مساء الخير وأهلا وسهلا بالجميع. رح نبدأ بتحليل السوق الأسبوعي. رح نحكي بالأول عن المحركات الأساسية اللي أثرت على الأسواق خلال الأيام القليلة الماضية، وأيضا رح نحكي عن الإصدارات الأبرز لهذا الأسبوع، وخاصة نحن نعرف هذا الأسبوع عندنا 3 لقاءات لبنوك مركزية أساسية، وأيضا بدنا نتابع الأهم وأخبار يعني آخر الأحداث اللي عم تجري بالانتخابات الأمريكية، وأيضا بالتحفيز رح نحكي عن هول المواضيع، وآخر شيء رح نحكي عن الأنماط اللي عم تتشكل، الأنماط السعرية اللي عم تتشكل على منصة ميتا تريدر 4. رح نبدأ أول شيء مع المحركات الأساسية اللي كانت عم تأثر على السوق في الآونة الأخيرة. الموجة الثانية لفيروس كورونا وتأثيرها على التعافي الاقتصادي، عم نرجع نشوف فيروس كورونا عم بينتشر بشكل قوي جدا، خاصة في منطقة اليورو. عم نشوف أرقام قياسية تسجل في فرنسا وفي أسبانيا أيضا، والولايات المتحدة الأمريكية اللي سجلت 83 ألف حالة أيضا خلال نهار واحد. هذه كلها العوامل عم ترجع تزيد الخوف عند المستثمرين من إغلاقات جديدة للاقتصاد، من تشديدات على النشاطات. هذه كلها بتأثر سلباً على الاقتصاد، في هذا الخوف موجود عند المستثمرين. بعد ما انعكس كثير على الأسواق، عم نشوف نوع من الحركة يعني العرضية، فيها نوع من التراجع لمؤشرات الأسهم طبعاً، بس ما عم يكون بحدة اللي كنا نشهدها في السابق. بالمؤشرات الأوروبية طبعاً شدنا تراجع بالداكس، وخاصة بعد أرقام اليوم، الأرقام اللي كانت عم تصدر عم بتفرجي أنه الأرقام الاقتصادية في منطقة اليورو عم تظهر انه التعافي الاقتصادي عم بيكون بطيء جدا، عم تظهر انه الارقام تراجعت لادنى مستوى لها تقريبا من 4 5 اشهر، يعني عم توصلنا لمحل انه صحيح فيروس كورونا ممكن يرجع ياثر سلبا على الاقتصاد، يرجع يفوتنا ايضا بدوامه اخرى. هذا الموضوع لازم نحن نضل عم نتابعه عن كثب، لانه في حال استمر هذا رح يجبر البنوك المركزيه وايضا الحكومات لاتخاذ المزيد من الإجراءات التحفيزية لدعم الاقتصاد، من إجراءات تحفيز نقدي ومن إجراءات تحفيز مالي. هذه بخصوص المحرك الأول. كان في أيضا بعض الحركة على الدولار الأسترالي في الآونة الأخيرة، كان في عنا محضر اجتماع السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الأسترالي. آخر فترة كان عم بيركز، خاصة يعني بآخر إطلالة له، محافظ البنك الاحتياطي الأسترالي كان عم بيشدد على ضرورة القيام بالمزيد من التحفيزات، كان عم بيحكي نوعا ما عم بيزيد من احتمالية قيام مزيد من التحفيزات خلال الاجتماع القادم. هيدا الشيء أثر سلبا على الدولار الأسترالي، على أداء الدولار الأسترالي، ولكن عم شفنا بعض التداول العرضي في الأيام القليلة الماضية كان في نوع من الارتداد. فهيدا الأرقام الاقتصادية بأستراليا عم تفرجي شوي ضعف، شوي تباطؤ، ممكن يجبر المصرف على اتخاذ المزيد من الخطوات، خاصة هذا الأسبوع في عنا مؤشرات التضخم من أستراليا، علينا أن نراقبها عن كثب. محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بعد لحد الآن فشلوا الطرفين في التوصل لاتفاق حول صفقة التجارة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. في حديث عم يكثر عن الخروج بدون اتفاق، وكل حدا من الطرفين بيحط المشكلة أو الأساس عدم التوصل إلى وفاق على الطرف الآخر. عم نشوف كنا اليوم بعض التصريحات او بعض التوقعات انه بوريس جونسون من المتوقع انه يكون عم ينتظر نتائج، عم يماطل، عم ينتظر نتائج الانتخابات الامريكيه. في حال ربح داعمه وصديقه دونالد ترامب، ممكن يعطيه اكثر من الدعم لحتى يقوم بالمطالبات اللي بده اياها هو من الاتحاد الاوروبي، ويوصل لصفقه بتلائم بريطانيا. اما في حال فوز جو بايدن، ممكن يكون في نوع من الليونه من باتجاه المملكه المتحده، يعني بتعطي شوي بعض من التنازلات لحتى يصير في توصل لاتفاق تجاري. بعد لحد اليوم عم نشوف نوع من التقلبات القويه بالجنيه الاسترليني، كنا عم نشهد شوي تباطؤ منها بالفتره الاخيره، ولا يعني بيومين قليلين الماضيين عم نحكي اخر اسبوع الفائت، ولكن بعد الحركه قويه نسبه للعملات الاخرى. المناظرة الرئاسية الأمريكية اللي كانت الأخيرة واللي أجريت نهار الخميس بالليل أو جمعة الفجر، طبعاً بعض الأطراف بتقول إنه بايدن ربح المناظرة، والبعض الآخر بيقول إنه ترامب ربح المناظرة. أنا بشوف إنه
الغلطة الأبرز أو الخطأ الأبرز يلي كان فيه جو بايدن هو كان بيتعلق بموضوع النفط وموضوع التوجه صوب الطاقة الصديقة للبيئة. هذا الموضوع طبعا بده يؤثر على الناخبين بولايات بتعتمد على النفط باقتصادها. هذه نوع من الخطأ اللي كان فيه جو بايدن، ولكن أيضا في بعض الأمور اللي كان فيها بايدن أحسن من أدائه أفضل من ترامب، وخاصة بالحديث عن خطاب التنصيب، بحيث تحدث بايدن أنه هو انتخب، يعني كان الحديث أنه شو بتقول للشعب الأمريكي في حال فزت بالمقعد أو بالرئاسة. فتوجه بايدن لهم، أنا أتوجه لكم كأمريكيين مش فقط لطرف الأمريكيين يلي صوتوا لي، بينما ترامب كان عم بيتجه لصعيد نحو آخر وبيقول إنه الاقتصاد والأرباح اللي نحن شفناها بعهده مش رح تشوفوها من وراء انتخابكم لجو بايدن، نوع من هذا الحديث. فطبعا كان أداء بايدن أفضل بهذا السياق. في الحديث طبعا عن التعامل مع الدول الغريب مثل الصين، روسيا وغيرهم، يعني في نوع من التوافق على يعني اي الطرفين عم بفرجي انه لا، انا بفضل مصلحة امريكا على المصالح الاخرى بشكل اكيد، وانا ما بتعامل معهم. وما يعني صار في نوع من الاتهامات انه كل حدا من الاشخاص، يعني ترامب كان عم يتهم جو بايدن انه بيتلقى فلوس من دول اخرى، والعكس صحيح، صار في تراشق بالاتهامات. هذه يعني بمجمل المناظره الرئيسيه ما شفنا تاثير لها قوي على الاسواق، ولكن بتضل كل المعطيات او المؤثرات على الانتخابات الرئاسيه هي بيكون في لها حركه بنوع ما على السوق. محادثات التحفيز المالي بعده لليوم بفشل، يعني رئيس مجلس النواب عم نحكي نانسي بيلوسي، وايضا وزير الخزانه ستيفن نوشن لحد الان فشلوا في التوصل إلى اتفاق حول حزمة التحفيز القادمة. كنا عم نسمع بالأول الجمهوريين كانوا عم بيعارضوا مبلغ كبير، ولكن ترامب صار بآخر فترة عم بيوافق على مبلغ كبير من التحفيزات، ولكن بالصورة النهائية يعني أي من الطرفين، عم نحكي الحزب الديمقراطي أو الحزب الجمهوري، عم بجرب يقطع الصفقة على حساب الآخر، عم بجرب يعطي نوع من الرسائل انه انا الابرز او انا الدافع وراء التوصل الى صفقه يلي هي تدعم الاقتصاد الامريكي. فلحد الان بما انه ولا اي طرف قادر يسجل نقطه على الاخر في تباطؤ وفي مماطله في التوصل، لحد الان نانسي بيلوسي بعد عندها امل في التوصل الى اتفاق قبل الانتخابات الرئيسيه. هذه المحركات الأبرز نوعا ما. وكان في أيضا في حديث عن أسواق النفط للرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلي أوضح، وكان يعني نوع من تصريحاته أو يعني أبدى بعض من الارتياح هو أعطى نوع من الارتياح للمستثمرين، وهو حديثه أنه نحن ما رح نقوم بأي تغيير الآن في الصفقات اللي كنا أجريناها مع المنتجين الآخرين، ولكن نحن رح نضل جاهزين لحتى ندعم السوق. اليوم سوق النفط في بعض الحركة عليه، في حركة سلبية اليوم كنا عم نشوفها في الأسواق، وذلك لأسباب عدة. يعني اليوم حركة عودة كورونا فيروس في إلى تأثير على النشاط الاقتصادي، في تخوف أنه تأثر على معدلات الطلب على النفط. هذه بطبيعة الحال كنا شفناها ضغطت وجبرت المنتجين في تقليص المعروض. نحن عم نتجه لمحل أيضا النفط الليبي عم يرجع يفوت على الأسواق، وفي حديث عن توصل إلى مليون برميل تقريبا من الإنتاج نهاية هذه السنة. أيضا بنهاية هذه السنة بيوصل تخفيضات الإنتاج اللي عم تكون فيها أوبيك بلس الوقت الحالي هي 7.7 مليون، رح تتخفض ل 5.8 مليون. فإحنا عم نحكي يعني تقريبا 3-4 مليون برميل من النفط رح يدخلوا على الأسواق. يا هل ترى رح يكون الطلب قادر يلبي هذا المعروض ويحافظ على ثبات في الأسواق، أو رح نشهد تحرك سلبي في الأسعار. رح نتجه للمفكر أو الرسنامة الاقتصادية. في عنا بعض الأخبار غدا من الولايات المتحدة الأمريكية، أبرزها طلبات السلع المعمرة لشهر سبتمبر حيث التوقعات بتشير إلى ارتفاع بواقع 0.5%. أيضا مؤشر ثقة المستهلك
بيرتفع قليلا ل 102.5 من 101.8، وبنتهي مع القراءة الأولية لتقريبا، مش قراءة أولية يعني، هذه بيعملها معهد البترول الأمريكي مثل نظرية قديش هو طبعا المعروضات أو الانفنتوريز الموجودة في أمريكا، فهذه القراءة الأولية، بينما القراءة الثانية لمخزون النفط بتكون نهار الأربعاء. بنبدأ نهار الأربعاء من أستراليا مع مؤشر أسعار المستهلكين، وهو من الأبرز اللي لازم المتداولين ينتبهوا عليه، وخاصة في حال شفنا قراءة غير جيدة أو ما وصلت للتوقعات المرجوة، هذه ممكن تزيد من احتمالية القيام بالمزيد من التحفيزات النقدية من قبل المصرف المركزي وتأثر سلبا على الدولار الأسترالي. قرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي الكندي، ما في توقعات لأي تغييرات في السياسة النقدية للمصرف المركزي الكندي، ولكن علينا أن نتابع بشكل دقيق المؤتمر الصحفي لها المحافظ، وخاصة مع عودة فيروس كورونا، يا هل ترى في بعض الإجراءات اللي عم يتخذها المصرف المركزي الكندي لضمان تعافي الاقتصاد الكندي. فطبعا راح يكون في أسئلة حول هذا الموضوع، ومخزون النفط الأسبوعي الأمريكي الخام اللي بيصدر نهار الأربعاء. نهار الخميس في أيضا قرار الفائدة من المصرف المركزي الكندي الياباني عفوا، كمان ما في توقعات لأي تغيير. معدل تغيير في البطالة الألمانية بترتفع لناقص 5 من ناقص 8. الولايات المتحدة الأمريكية، القراءة الأولية للناتج الإجمالي المحلي للربع الثالث من هذا العام، هذه واحدة من أهم الإصدارات لهذا الأسبوع، لأنه ممكن طبعا تأثر على الأسواق. جميع المستثمرين منتظرين هذه القراءة لحتى يشوفوا كيف تعافى الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثالث، كيف كان أداؤه، يا هل ترى قادر بهذه هيدا الارتداد الاقتصادي اللي صار بالربع الثالث انه يضحض او يقلص من الخسائر بشكل قوي، الخسائر اللي كانت تكبدها خلال الربع الثاني. عم نشوف نحن بالربع الثاني كان في يعني تقلص الاقتصاد بواقع 31.4%، فهل راح يكون الارتداد او التعافي اللي شدناه بالربع الثالث كافي للخروج من هيدا المأزق؟ ايضا من الولايات المتحده الامريكيه، معدلات شكاوى من البطاله في توقعات مرتفع فقط بواقع 780,000، كنا شفناها ارتفعت 987,000 الاسبوع الفائت، يلي هي القراءه الادنى منذ انتشار فيروس كورونا اللي شفناها بشهر اذار مارس من هذا العام. ايضا في عندنا حدث مهم جدا، واللي هو قرار الفائده او اجتماع السياسه النقديه للمصرف المركزي الاوروبي. ما في توقعات على تغيير في السياسه النقديه، ولكن الأرقام الاقتصادية بتشير لتباطؤ التعافي الاقتصادي. كيف راح تكون أداء كريستين لاغارد بهذا الموضوع؟ شو راح يكون تصريحاتها؟ هل يا ترى راح يعملوا أي من الخطوات الاستباقية أو راح ينتظروا المزيد من الأرقام الاقتصادية لاتخاذ المزيد من التدابير؟ أيضا من الولايات المتحدة الأمريكية بنرجع مع مؤشر مبيعات المنازل المعلقة، اللي نتوقع أنه يكون ارتفع بواقع 4.5% بشهر سبتمبر. نهار الجمعة من منطقة اليورو بنبدأ بشكل أيضا سريع مع القراءة الأولية الناتج المالي المحلي للربع الثالث من هذا العام، توقعات أنه يكون الاقتصاد الأمريكاني الاقتصاد الألماني عفوا كما بواقع 7.2 خلال الربع الثالث، مقابل تقلص بواقع 9.7% خلال الربع الثاني. عم نشوف هون يعني نحن شفنا التوقعات على القراءة الأمريكية 31.9 مقابل 31.4، عم نشوفه ناقص 9.7 مقابل 7.2، يعني هذا ممكن يعطي دلالة للمستثمرين انه الارتداد او التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو كان ابطأ من التعافي الاقتصادي في امريكا، مما بيجعل الدولار نوعا ما اكثر طلب عليه من اليورو من وراء هذا السبب. ايضا ننتقل لمؤشر اسعار المستهلكين من منطقة اليورو، ناقص 0.3، ايضا رقم مهم، وخاصة بعد ما كنا عم نشهد أرقام بالسالب حول التضخم. من الولايات المتحدة الأمريكية، مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، اللي هو واحد من أهم الأرقام اللي بينظر لها الاحتياط الفيدرالي لتقييم التضخم. مؤشر الإنفاق الشخصي متوقعين أنه يكون ارتفع بواقع 1% بشهر سبتمبر. من كندا، الناتج المالي المحلي على أساس شهري لشهر آب أغسطس، متوقعين أنه فقط يكون الاقتصاد نما بواقع 0.9% مقابل 3% بشهر تموز يوليو، عم نشوف تباطؤ يعني في التعافي الاقتصادي.
ومننهي الأسبوع مع تقرير بيكر هيوز عن عدد منصات التنقيب عن النفط اللي كانت ارتفعت ل211 الأسبوع الفائت. ننتقل الآن لمنصة MetaTrader 4 للحديث عن أبرز الأنماط السعرية اللي عم بيتم تكوينها، ونبدأ مع اليورو دولار. عم نشوف نوعا ما حركة عرضية على اليورو دولار، يعني إذا بنروح للنطاق اليومي عم نشوف عنا نوع من القناة الصاعدة عم نتداول بقلب هذه القناة الصاعدة، صار لنا تقريبا فترة، وهلق عم نشوف نوع من التداول العرضي خلال الأيام القليلة الماضية. فيا هل ترى راح يصير في كسر للأعلى أو للأدنى؟ راح ننتظر بعض المحركات الاقتصادية. إذا نقرب للإطار اليومي عم نشوف فينا نرسم نوع من المثلث اللي عم نشتغل فيه تقريبا، وكنا قد لمسناه اليوم أيضا خلال التداولات وارتدينا تقريبا منه. في عندنا نوع من المثلث اللي عم نشهد فيه حركة عرضية في قلبه. ففي حال كنت بدك تتداول على هذا الزوج بدك تحط الأرقام أو مستويات الأبرز. في عندنا طبعا مستوى 1.1687، مستوى 1.1690 هي نقطة مهمة جدا، وأيضا 1.1607-1.1780، يعني عم نحكي عن هذا النطاق بالإضافة لكسر خط الاتجاه اللي هو الخط الأدنى من المثلث. أما بالنسبة للمستويات المرتفعة أو عند سيناريو أكثر إيجابيا، بدنا نكسر مستويات أو نتخطى عقبة 18.80، لمن بعدها نتجه ل 19.60 و 1.20 الحاجز أو المستوى النفسي. هودي هن الأرقام أو مستويات لليورو دولار. إذا بنزيد بعض المؤشرات عم نشوف على إطار الساعة، عم نشوف الدعم اللي عم تلقاه اليورو من متوسط متحرك الأسي ل 200 لمدة 200 ساعة، عم نشوف كيف عم بيلاقي بعض الدعم، فحذاري من أي كسر تحت هيدا المتوسط يلي ممكن يؤدي ل ريتست أو عودة اختبار للمنطقة اللي كنا ذكرناها 17.60 17.80. رح ننتقل للدولار مقابل الين الياباني. عم نشوف نوع من الحركة التصحيحية بالين الياباني، يعني احنا شفنا حركة هبوط وعم نعمل حركة تصحيحية عرضية للأعلى. كان عم نشهد بعض المقاومة خلال النهار على المتوسط المتحرك ولكن تم اختراقها في الوقت الحالي. إذا بنكبر الصورة شوي بعدنا بنفس النوع من التداول، بنفس حركة التداول، عم نحكي مع الدولار مقابل الين الياباني، نوع من التداول العرضي بسبب عدم توفر محركات أساسية ممكن تاخذ الزوج في اتجاهات معينة. يعني عم نشوف نحن دعم بهيدي المنطقة وعم نشوف مقاومة بالقرب من خط الاتجاه، يعني بعدنا بنفس المدى اللي صارنا عم نتداول فيه تقريبا أكثر من 3 أشهر. هيدا الدولار مقابل الين الياباني، هودي هن المستويات على الصورة الكبيرة. على الصورة الأصغر إذا نقرب على الأورلي تشارت أو إطار الساعة، بدنا نتخطى هيدي العقبة اللي هي كانت نقطة دعم بالوقت السابق، الآن عم تشكل هي كنقطة مقاومة للدولار مقابل الين الياباني، وهي أيضا تتلائم مع متوسط متحرك للسي لمدة 200 ساعة. الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الامريكي، كنا عم نشوف نحن نوع من التداول العرضي وخاصة مع عدم التوصل لاتفاق نحو بريكزيت. في عنا ايضا نوع من القناة عم نتداول فيها في الوقت الحالي، في عنا هيدي القناة عم نتداول فيها، وايضا عم نرجع على الصورة الاكبر الاصغر عفوا على الاطار الزمني الساعة، عم نشتغل ايضا بنوع من القناة اللي نحن كنا عم نشتغل فيها في هيدا الاتجاه. في حال تخطينا عقبة 30.70 و 31.20 رح نتجه لسيناريو أكثر إيجابا ونرتفع صوب 31.80 32.60، وأما في حال السيناريو السلبي مع تخطي نقطة 29.75 نرجع نشهد حركة هبوطية وتراجع. اليوم في عنا أيضا خط الاتجاه اللي فينا نرسمه بهيدي الطريقة، وفي حال تم الاختراق ممكن نشهد حركة تراجع صوب نطاق 28.70 تقريبا على المدى شوي بعيد، وأقرب منه على 29.10. هي المستويات السي في حال كنت عم تتداول الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي. إذا بجري أنا بزيد المؤشرات رح أشوف هون إنه عم تلاقي كنت بعض التداول العرضي بالقرب من المتوسطات المتحركة،
بدي بعض المحركات الأساسية في السوق لحتى أقدر أخرج من هذا النطاق وأخذ نوع من الحركة الاتجاهية. الدولار مقابل الفرنك السويسري كنا نشوف بعد مقاومة أيضا بالقرب من متوسطات متحركة، ولكن عم نرجع نرتفع عن جديد. إذا نحن بنرجع بنحط الديلي تشارت أو الإطار الزمني اليومي، بنشوف أيضا نوع من التداول العرضي خلال الأيام السابقة، ولكن هذا بعد حركة اتجاهية. في حال بدي اطلع على سيناريو ايجابي، بدي اكسر طبعا او اتخطى الخط الاتجاه الهابط اللي كنا عم نشتغل عليه. طبعا اذا بجي انا برسم نوع من القناة، هون في عنا قناة عم نشتغل فيها وبلامس النقطة الاعلى والادنى، فعم شوف نوع من القناة عم بقدر اتداول فيها وعم ترجع ترتد. فطبعا في حال رجعنا ارتفعنا لهيدي النقاط راح تكون نقطة اساسية يلي هي الخط الاعلى القناة اللي هو بيساوي تقريبا بال 91 60. اذا بقرب النظرة اكثر على الرسم بياني الساعة، طبعا بدي ارسم النطاق السفلي اللي هو 99 30 تقريبا، و90 هي نقطة يعني منطقة اساسية، وايضا بروح برسم الخط الاتجاهي اللي هو بيجمع القمم السابقة اللي كنت انا شكلتهم. وبعد يعني عندنا من الاسفل نطاق 99 35 في حال تم الكسر، نرجع ننزل صوب 89 50 كمرحلة أولى، وطبعا ما في ننسى 90 كعامل نفسي. أما في حال شفنا سيناريو أكثر إيجابا، أول مستوى 91 91 65 ممكن يشكل نقطة مقاومة، ومن بعدها مستويات 93 تقريبا 92 90. هذه هي الأرقام الأساسية أو المستويات الأساسية والمهمة للدولار مقابل الفرنك السويسري. عم نشوف أيضا نوع يعني عم نشوف متوسطات متحركة عم تلعب دورها كنقاط مقاومة، كانت الآن صار في تخطي وعم نقترب صوب متوسط متحرك الأسير لمدة 200 ساعة. على الرسم البياني اليومي نحن بعيد عم نشتغل تقريبا بالنطاق السفلي للبولنجر باند، فأي ارتداد بحط لنا أيضا متوسط متحرك البسيط ل 20 يوم، بحط لنا هو بالرصاد وبيساقب بالقرب من 91 15. الدولار الأسترالي عم نشوف الإيجابية والدعم بعد عند متوسط متحرك الأسئلة لمدة 100 يوم. إذا بنقرب شوي أكثر بالرسم، عندنا نوع من التداول العرضي خلال الساعات القليلة الماضية. إذا أيضا بعد عندنا خط الاتجاه اللي نحن عم نتداول عليه بعد ما تحته، ففي حال نحن بدنا ننظر لإيجابية بدنا نتخطى خط الاتجاه. هلا نوع من الإشارات اللي صار فيه نوع من التباين، في عندنا خط اتجاه هابط عم بفرجي نوع من المرتفعات المنخفضة، ولكن أيضا هون فشلنا أنه نعمل منخفض جديد أو لو جديد، فهذا الشيء هون نوع من التباين. يعني صار في عنا منخفض أعلى من المنخفض السابق، ولكن المرتفعات أيضا كانت عم تنخفض، فهذا ممكن يعطينا أنه في تداول عرضي لحد ما نوصل لأكثر وضوحا حول الخطوات المستقبلية للمصرف المركزي الأسترالي. إذا بنقرب النظر، في عنا طبعا البولنجر باند عم تعطينا نوع من التداول العرضي لنبين بهذه الطريقة، فبقدر أنا أتداول أي كسر فوق أدنى من هذه القناة أو هذه المستويات اللي كنا نحن ظهرناها على رسم البيان. إذا نروح للدولار النيوزيلندي، نفس الفكرة نفس النظرة على القطر. على الإطار اليومي عنا تداول بشكل عرضي بصورة كبيرة عم نشوفها هون، دعم كان على طول موجود من متوسط تحرك الأسهم من 100 يوم، وعم نشوف في ارتداد منه. إذا بنقرب على رسم البيان الساعة، عندنا نوع من أيضا التداول العرضي بهذا الاتجاه، يعني تداول يعني على نوع من التداول العرضي، ولكن بطريقة شوي صعبة ولكن بشكل بطيء. فعلينا نحن أن ننتبه لأي اختراق أو أي كسر من هذه المناطق، إن كان للأعلى ولا كسر الخط الهابط اللي فينا نحن نرسمه بهذا الاتجاه، حتى نحدد حتى نحدد الأرقام الأساسية للدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي. طبعا بضل عنا الأرقام السابقة اللي هو يعني كيف نجي نحن نحط فيبوناتشي ريتريسمنت أو ارتداد فيبوناتشي من هذه النقطة لهي النقطة. نحن عم نشتغل تقريبا 61.8، نرسم النقطة المقابلة اللي هي بتكون على 67.35 كنقطة مستهدفة، ومن بعد القمة السابقة على 68. أما بالطريقة المعاكسة في عنا كسر خط الاتجاه اللي كنا حكينا عنه، ومن بعدها أيضا انخفاض تحت 66.80، ومن بعدها بيرجع عندنا خط الدعم او نقطة الدعم اللي كان في منها الارتداد الاخير اللي هي بتساهم على 65 50.
هي النقاط الأساسية للنيوزيلندي مقابل الأمريكي، وأيضا نعم مثل الدولار الأمريكي مقابل الكندي اللي استطاع اختراق فوق خط الاتجاه الهابط وعمده فوقه. ولكن لسيناريو أكثر إيجابا، فإذا نحن نقدر نتخطى هون المنطقة السابقة اللي هي تقريبا على 32، ومن بعدها نقدر نرتفع على مستويات 32 50 اللي هو أيضا منطقة أساسية للأيام السابقة اللي كنا عم نشهد فيها التداول، كانت عم تؤدي منطقة مقاومة ومن بعدها صارت نقطة دعم ومن بعدها نقطة مقاومة وصار في ارتداد. أما بالنسبة للأداء اليومي، إذا بنروح للرسم البياني الساعة، في عنا أيضا خط الاتجاه اللي بنقدر نرسمه، هيدا خط اتجاه ممكن يكون عنا تداول، نوع من التداول العرضي مع هيدا الخط، يعني عنا نوع من الشانل اللي نحن عم نتداول عليها. وأيضا إذا بنقرب شوي بالنظر، في عنا المرتفعات لما عم نشوف حركة قوية أكثر، فأي كسر ممكن يعطي إشارة لضعف الشراء أو قوة الشراء، ويصير في عنا حركة تسعيرية نرجع على هذه الحركة للأدنى ونرجع نتداول بشكل عرضي بهذا النطاق. عم نشوف عم نتداول بالوقت الحالي بقرب من المتوسط البسيط ال20 نهار. في حال تم الاختراق ممكن نرجع نلامس مستويات 1.33 10 يلي هو بالساعة المتوسط المتحرك الآسيا لمدة 100 نهار، وأيضا الخط الأعلى لقناة بولنجر. وإذا بنروح على الرسم البياني الساعة بنشوف إنه إحنا عم نتداول فوق المتوسط المتحركي، ولكن في عندنا نوع من التداول العرضي يلي كان عم يسبقه. الذهب، إذا بنروح على النطاق الأكبر للذهب، في عنا بعده خط الاتجاه عم نشتغل تقريبا عليه، كان في نوع من خط الاتجاه لدى، ولكن صار في نوع من الفايوليشن، لأنه نحن بالصورة الأوضح عم نشتغل هون تقريبا بشكل عرضي مع انتظار المستثمرين المزيد من المحركات أو الوضوح في الأسواق، يعني عم نشتغل بشكل عرضي بهذا النطاق. بدي اجي احدد الارقام الاساسيه او المستويات الاساسيه، طبعا 1931 نقطه اساسيه ومركزيه، وخاصه بعد الارتداد الاخير نقطه 1972. اما من الادنى في عندنا الرسم البياني او خط الاتجاه اللي فيني ارسمه اللي هو كان عم بيعطيني ارتداد اليوم، و عند الاختراق طبعا نقطه الدعم بالقرب او نقاط الدعم بالقرب من 1870 و 1880، هن نقاط اساسيه. ايضا عم نشوف المؤشرات عم تعطيني نفس الدليل، يعني البولنجر باند عم يقتربوا الخطوط على بعضه، عم يفرجيني نوع من التباطؤ في الحركه او تقلبات اخف، وبعدنا مصمدين فوق متوسط الحركه الاساسي لمده 100 نهار. ايضا بيتم الخرق ونرجع نعمل ريتس او اختبار لمتوسط المتحرك الاساسي لمده 200 نهار اللي هو بساخن 1110، بدنا ننبش على دوافع، بدنا نشوف دوافع اساسيه. اما السيناريو المعاكس هو النجاح في الكسر والاختراق فوق هذا الخط الهابط وإعادة اختبار مستويات 1970 وما فوق. البيتكوين بعد الحركة اللي شدناها من بعد الإعلان اللي شدناها من باي بال، عم نرجع نشوف حركة عرضية نوعا ما، يعني إذا بنشيل المؤشرات يعني عم نشوف كنا اتجاه واضح صريح للأعلى وارتفاع على الخبر خلفية الخبر، ومن بعدها تداول بشكل عرضي اللي هو عم بيألف لنا هون نوع من المربع اللي عم نتداول نحن فيه بانتظار مزيد من المؤشرات. إذا أنا بجي للمستويات السابقة حط على ديلي تشارت، برجع للرسم السابق بلاقي إنه هذه النقطة المنطقة كانت نقطة أساسية ومنطقة أساسية في الأيام السابقة، عم نحكي نحن بشهر حزيران وتموز يونيو 2019. اما من الناحيه الادنى في حال صار في ارتداد من هون ممكن نرجع ننزل لمستويات 12400. هي هي مستويات البيتكوين. انتقل للداو جونز اللي عم يشتغل كان بشكل عرضي، والان كسر، يعني كنا عم نحكي نحن بالحصه السابقه باللغه الانجليزيه انه هون في عنا نوع من القناه اللي عم يشتغل عليها، ومع فتح امريكا صار في كسر وهبوط تحت هذه القناه. الارقام المستهدفه، مستويات مستهدف طبعا 27521
ومن بعدها 27,000 مستوى. أما في سيناريو إيجابا وفي حال صار في ارتداد من النقطة الحالية عندنا المستهدف 28,369 28,400 تقريبا، ومن بعدها بصير فينا نحكي بأكثر إيجابية صوب 28,715. هذه هي المستويات الأساسية في حال كنت عم تداول الداو جونز مقابل الداو جونز الأمريكي. إذا راح نروح نحن نخرب على نستعمل المؤشرات، عم نشوف الـ RSI عم ينزل تحت 30، عم نشوف أيضا الكسر اللي صار للقناة، عم نشوف بولنجر باند عم يشتغل بالنطاق السفلي، وفي ستيبنس أو في انحدار قوي بخط البولنجر اللي عم بيشير لحركة قوية في الاتجاه الهابط. النفط كنا عم نشتغل نحن بالآونة الأخيرة بشكل عرضي، وبعدنا فشلنا لحد الآن في كسر الخط الأكبر، يعني نحن عندنا نوع من المدى الكبير وعندنا في مدى صغير بفرده، يعني عم نحكي بين 36 50 و 71 80. إذا بنقرب نحن بهذه الطريقة على الرسم البياني إطار زمن الساعة، عم نشوف في عندنا كان أيضا نقطة 39 45 نقطة أساسية، صار في ارتداد نحو وأيضا عم نرجع نهبط من أول وجديد. فهون الأرقام الأساسية في حال كنت عم تتداول النفط وعليك تنتبه من هذه الأرقام. هيدا كل شيء لتحليل السوق الأسبوعي اليوم. بس حاب أذكركم كل الأخبار والتحاليل اللي انذكرت في هذه الندوة التعليمية فقط في هذا التحليل الأسبوعي، وفقط لأغراض تعليمية، وما بينبغي عليك أن تأخذ أي من الدلالات كنصيحة لشراء أو بيع أداة مالية معينة، وأي سي إم ما بتقدم أي نصيحة استثمارية. نحن فقط عم نقوم بهذا النوع من التحليل لحتى نقدر نساعدك تقوم بنفس التحليل، ولكن على حد يعني تقدر أنت تأخذ قراراتك في التداول. في حال كان عندكم أي من الأسئلة من عليكم تكتبوها لنقدر نجاوب. ممتاز، لكن هذا كل شيء لليوم، نتمنى لكم تداول آمن خلال هذا الأسبوع، وشكراً.